كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في كيف الصحة، موضوع جديد كل ما يخص الأطفال. سوف نبدأ عن أهم التلقيحات التي سوف تعلن عنها الحكومة البريطانية قريبا لتلقيح الأطفال ما فوق السن 12. سوف نتحدث عن تفاصيل هذا اللقاح الذي سوف يتم إعطاؤه للأطفال في بريطانيا، وأيضا موضوع الآخر هو عن حماية الأطفال وحقوقهم في بريطانيا. كل هذا خلال هذه الساعة مع دكتور محمد حسن، وهو استشاري طب الأطفال والأسرة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أخت ريما، مرحبا، أهلا وسهلا بك. نحييك دكتور. نبدأ في الموضوع الأول، الموضوع الأول عن تلقيح الأطفال. يعني بداية دعنا نذكر في خلال أزمة طبعا فيروس كورونا، كان دائما يستبعد تلقيح للأطفال خصوصا بسبب المناعة وارتفاع المناعة، وبسبب أنهم لا يتعرضون لطبعا العدوى لفيروس كورونا. اليوم نجد أن هناك في تراجع، لا أدري إذا كانت هل هي خطة من قبل اللي هي طبعا العالم، المؤسسات أو الأطباء أو حتى منظمة الصحة العالمية. حدثنا عن هذا الموضوع، ما معنى ذلك ومتى ممكن أن يتم؟ تمام. هو بداية لأن الوضع استقر نسبيا بالنسبة لإعطاء اللقاحات للفئات العمرية اللي هي ما فوق الأربعين سنة، فبدأت الحكومة البريطانية تفكر في الفئات اللي هي أصغر سنا، اللي هي ما بين 18 إلى 40، وما تحت ال 18 اللي هو ما بين 12 و 17 سنة. طبعا الأصوات اللي هي بتدعو إلى إعطاء اللقاح للأطفال اللي هم ما بين 12 ل 17 سنة لهم يعني وجهة نظر بتقول إن عشان حتى تستمر المدارس مفتوحة ومنع انتشار المرض من الأطفال للناس اللي هي أكثر عرضة للمرض، فده في فائدة يعني كبيرة. من الناحية الثانية الناس اللي هي بتقول إن هو ما فيش داعي لتطعيم الأطفال بيرتكزوا إلى النقاط الآتية. أولاً، عدد الوفيات في الأطفال نادر جداً أو قليل جداً. نعم. الإصابة بالكورونا في الأطفال برضو قليل جداً، ولما بيحبس بيكون في أعراض طفيفة، وبالتالي يقول لك طب ولماذا نهدر لقاح مهم في 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 نفس الوقت في ناس كثيرة محتاجة ليه في دول العالم الأخرى؟ هذه الناس يعني من وجهة نظر أخلاقية بحتة يقول لك طب إحنا ما يعني ما فيش مشكلة في تطعيم الأطفال، لأن ما فيش أضرار كبيرة عليهم وعندنا فائض من اللقاحات دي، ليه ما نتبرعش بيها للدول الأخرى اللي هي أصلاً ما عندهاش القدرة إنها تتحصل على هذا اللقاح؟ فهنا دول المعسكرين اللي بيجادلوا مع بعض. الحكومة بدأت تعتبر حكاية تلقيح الأطفال بعد الهيئة المنظمة للأدوية والمنتجات الصحية اللي اسمها يعني بالإنجليزي MHRA، الهيئة المنظمة للأدوية والمنتجات الصحية دي أقرت لقاح فايزر للأطفال بس ما بين 12 ل 15 سنة، وكان ده بناء على بحث اتعمل في أمريكا 1200 طفل فقط لا غير، ولم يثبت تعرضهم لأي مضاعفات جانبية، وبالتالي قالوا إن طيب خلاص ما دامت ما فيش عندهم مضاعفات جانبية المانع إن احنا يعني نعطيهم اللقاح. ولهذا السبب استندت الهيئة المنظمة للأدوية والمنتجات البريطانية على تقنين او على يعني زي ما تقولي ايه تقرير ان ما فيش مانع ندي الاطفال اللي عندهم ما بين 12 و 15 سنه نديهم اللقاح، وتركت الامر على هذا الحال. لكن زي ما انت عارف حضرتك في بريطانيا فيه لجنه ورا لجنه يعني شغلانات كثيره. نعم. هذه اللجنه اللي هي المنظمه للادويه والمنتجات الصحيه ليست الاخيره، يعني في لجنه ثانيه تحتها
اللجنه اللي تحت متخصصه باللقاحات والتطعيم فقط لا غير. هذه اللجنه اللي هي متخصصه باللقاحات والتطعيم فقط لا غير اسمها JCVI، يعني Joint Committee of Vaccination and Immunization. اللجنه دي هي بس اللي تقرر اذا كان اللقاح يعطى او لا يعطى. وهذه اللجنه ما زالت تبحث هذا الامر، يعني لحد الان تبحث هذا الامر. ولذلك موقف الحكومه البريطانيه الحالي غير محتمل للاطفال اقل من 17 سنه انهم هياخذوا هذا الفاكسين. طيب. هذا الوضع الحالي، لكن طبعا ممكن يتغير. لكن دكتور خلينا نكون اكثر قربا لوضوح للرؤيه بالنسبه للقرار التي سوف تتخذ بريطانيا، يعني هل هي فعلا اتخذت القرار أم لم تتخذ؟ يعني الصحف وديلي ساندي وجميع صحف يعني تحدث عن قرار ولكنه يعني ليس ثابت. هل هي في مرحلة التفكير كما ذكرت على حسب اللجنة التي سوف هي تقرر؟ يعني أم أنها اتخذت فعلا بريطانيا القرار؟ لا، لم يتخذ القرار بعد. هي فقط كما قلت الهيئة المنظمة للأدوية والمنتجات الصحية أقرت أني لا ضرر من إعطاء لقاح فايزر بالذات، مش أي لقاح تاني، لقاح فايزر بالذات للأطفال ما بين 12 و15. هذا القرار مبني على البحث اللي اتعمل في على 1200 واحد في أمريكا. بس ده كل اللي قالته اللجنة اللي هي الهيئة يعني المنظمة. نعم، أقف عند التجارب. هل هذه التجارب كافية لاتخاذ قرار هكذا تلقيح الأطفال بلقاح فايزر؟ وبالتالي نريد أن نعرف عن أبعاد هذا اللقاح الذي صحيح كما ذكرت وذكرت اللجان بأنه تم التجارب على أقل من أعمار 16 عام تقريبا، نحن نتحدث الآن عن 12 عام وما أيضا فوق. فيعني ياريت تعطينا توضيح على هذه النقطة دكتور. ايوه، هو كل اللقاحات اللي تم تجاربها كانت في معظمها في الناس البالغين ما فوق 16 سنه، يعني من 16 الى اعلى، لان في هذه الفتره في بدايه العام الماضي ما كانش حد يعني مهتم كثيرا بحكايه موضوع الاطفال، لكن معظم الاصابات كانت في كبار السن واللي عندهم مشاكل صحيه وكده، يعني الاعمار 60 و70 كانوا اكثر متضررين واكثر الوفيات كانت منهم. ولذلك التركيز في التجارب كان على المجموعه فقط. لكن لما الامر تحسن شويه وبدات دول كثيره تقوم بانتاج لقاحات مختلفه، بدأوا يعني ايه يتطوروا الى ادراج الاطفال في هذه التجارب. وكان هذه التجارب على فايزر ده اللي انا قلت عليه اللي هو على ال 1200 طفل دول، ودول طبعا زي ما حضرتك تفضلتي غير كافيين، يعني غير كافيين بالمره. ولذلك هذا هو سبب واحد من اسباب تردد الحكومه البريطانيه وتردد اللجنة المتخصصة باللقاحات والتطعيم متردده مش بسبب ال 1200 واحد بس انه عدد قليل، ان كمان الفائده، ما هي الفائده من تطعيم الاطفال في هذه السن؟ احنا ما هم اصلا ما بيحصل لهمش مشاكل حتى لو اصيبوا، فهيستفادوا ايه؟ ما فيش فائده. لكن المعسكر الثاني بيرد بيقول لا، في فائده. لو ما كانتش الفائده للاطفال مباشره فالفائده لمنعهم من نشر العدوى للناس اللي هي متضرر من العدوى واستمرار فتح المدارس. نعم. فهذه دي هي المعسكرين اللي بيجادلوا مع بعض يعني. طيب دكتور، يعني هو فعلا يعني شيء معقد، خصوصا ان هل الجرعات التي سوف يتم اعطائها للاطفال من سن 12 الى ما فوق هي نفس الجرعه التي ياخذها الكبار؟ نفس الجرعة، لأن حتى في عموما في الأدوية أي طفل ما فوق 12 سنة بياخد نفس جرعة الكبير يعني. وبعدين يعني برضو اللي هي بالنسبة للجرعة بيتكلموا على إعطاء، يعني برنامج الحكومة الحالي إن هو عندهم خطة. الخطة دي بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا خلينا نطعم اللي هم من 18 لفوق في الأول، لأن ما زال في أعداد كبيرة.
تمام. من هذه الفئه العمريه من 18 19 20 الى حتى 40 سنه، ما زال في مجموعه كبيره من هؤلاء لم يتم تطعيمه. ولذلك برنامج الحكومه الحالي لو تسمحي لي يعني في دقيقه واحده، انه بيقول ان هو قبل يوم 19 يوليو القادم لابد من اعطاء على الاقل جرعه واحده لكل من هو فوق 18 سنه. ده المبدا الاول. المبدأ الثاني جرعتين لجميع البالغين اللي هم يعني اللي هم أكثر من كده. فهم ده البرنامج لحد يوم 19 يوليو. هم تم ما زال انت عارف حياتك كانوا ماشيين على برنامج فئات عمرية، فحاليا وصلوا إلى مرحلة فيه نقص عندهم في تطعيم الفئة العمرية من 18 ل 40. فعايزين يتخلصوا من هذا النقص. لماذا دكتور؟ أقف عند النقص. لماذا النقص؟ ماذا تقصد به؟ أقصد لأن كان التركيز على الفئات العمرية الأكبر والأكثر عرضة للمرض والأكثر تضرراً عند الإصابة بها، اللي هم 70 والفئة 60 والفئة 50 والعاملين في الصف الأول في المستشفيات والمراكز الصحية، فدول أخذوا الأولوية بغض النظر عن سنهم. تمام. يعني أي واحد شغال مثلاً حضرتك في الإسعاف أو شغال في قسم الطوارئ أو شغال في الخطوط الأولى مثلاً الحريق وغيره والشرطة، دول كان بغض النظر عن عمرهم لابد من تطعيمهم جرعتين. فلذلك كان هنا التركيز. فالفئة العمرية اللي ما دون ذلك اللي هم مش في الصفوف الأولى قال لك طيب احنا خلاص كده طعمنا دول فنبدأ بقى نركز على دول. حاليا في المشكلة مع أسترازينيكا بسبب الدعاية السيئة. نعم. اللي هي بالنسبة للجلطات وكده أدت إلى 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 التباطؤ في عملية والتراجع، فحصل في فائض. تمام. فائض موجود، فبدأوا يركزوا. قال لك طيب عندنا فائض ممكن نعطيه للأطفال. فطبعا زي ما قلت حضرتك الهيئة المنظمة لكن اللجنة المتخصصة باللقاحات قالت لسه عايزين نقرر. طيب. لما فممكن يراجع ممكن يرجعوا الامر يوم 19 يوليو بعد ما يوصلوا يعني السؤال حابه نركز فيه اكثر. اذا كان الكبار الادلت اخذوا اللقاحات الفاكسين بكل اشكالها وانواعها يعني، وذكرنا ان الاطفال هم بالاساس يعني اساسا هم لديهم مناعه كافيه لتحصين أنفسهم ولمناعتهم. إذا تحصن الكبار فهل هناك خوف من نقل الفيروس من الصغار وخصوصا بعد أخذ اللقاح؟ ما زال الخطر موجود لكن مش بالنسبة الأولى. أن هذه اللقاحات بغض النظر عن مسمياتها سواء كان فايزر أسترازينيكا ساينوفارم موديرنا كل دول ما لم يدعوا اطلاقا انهم بيقدموا حمايه 100% ولا واحد فيهم. اقصى شيء 95%. يعني ايه 95%؟ يعني ما زال لسه في 5% نسبه اصابه بالفيروس حتى لو الواحد خد الجرعتين. ما زال في نسبه موجوده. نفهم ذلك دكتور، ولكن يعني الجدل اليوم إذا لقح الجميع، يعني اليوم بريطانيا تقريبا 50 إلى 60 مليون ملقح يعني كما ذكرنا، يعني هل هذه المخاوف لها داعي بأن يلقح الأطفال في سن 12 وما فوق؟ وما هي نسبة الحصانة التي تعطى لهؤلاء الأطفال بلقاح الأدلت؟ ما هو ده السؤال اللي محير الجميع. ما حدش عارف مدى استجابة الأطفال من ناحية التطعيم لأنهم لم يكونوا موجودين في التجارب الأولية. يعني معروف نتيجة التجارب الأولية على الكبار أنهم في خلال 3 شهور بيكون الجهاز المناعي عندهم مضادات أو أجسام مضادة للفيروس، لكن ما حدش عارف هل تلقيح الأطفال هيعمل نفس الحكاية هيكون برضه أجسام مضادة. سؤال محدش عارف إجابته يعني لأن يعني الأطفال هي لم يعني يكونوا دكتور موجودين. اسمح لي هل ستكون يعني تجارب أيضا على الأطفال؟ هم ما زالوا يعني في بعض شركات الأدوية. نعم. بيدمجوا أو بيدخلوا الأطفال في التجارب بس خطوة خطوة، لأن النظام تجريبي وأي شيء يخص الأطفال صعب جدا عمل تجارب عليه
لأسباب يعني إثيكال، يعني لأسباب أخلاقية، الأسباب أخلاقية، لأن الطفل ما يعني ما عندوش، يعني طفل عنده مثلا 8-9 سنين ما عندوش القدرة على أنه يعني يستجوب أو يؤخذ رأيه في شيء كده يعني. لكن الكبير ممكن يمضي توقيع أنه يتحمل مسؤولية نفسه. أما الطفل فاللي هيمضي بالنيابة عنه الوالد أو الوالدة، دكتور ومعظم الوالدين هيسمحوا بكده. اسمح لي دكتور، الطفل هو قادر، يعني شاهدنا حالات حتى في يعني عمق الأزمة، أزمة فيروس كورونا 2021، كان هناك أطفال قلة منهم طبعا تعرضوا للعدوى، ولكن كانت لديهم مقاومة، مناعتهم أقوى، قاوموا الفيروس. كما ذكرت نسبة الوفيات كانت قليلة جدا، نسبة من عانوا من فيروس كورونا من فئة الأطفال كانت أقل. إذن مناعة جسم الطفل تقاوم هذا الفيروس. فلا أدري كيف سيكون الأيام القادمة، كما ذكرت في شهر 19 يوليو، كيف يمكن أن يتم تلقيح الأطفال وماذا سوف يحدث، خصوصا أن شاهدنا أن هناك كانت ردود أفعال وطبعا أثار جانبية لأسترازينيكا. اليوم تتحدث منظمة الصحة العالمية بأنه الأطفال بعد تجارب شركة فايزر سيلقح أو سيلقحون بفايزر، فهل ستكون هناك أيضا أثار جانبية؟ هذا أيضا سؤال. ما هي دي المشكلة، هم علشان عملوا تجارب على 1200 طفل ولم يجدوا عندهم أعراض جانبية، مش معناها أن لو عملنا 100,000 طفل مش هيكون في أعراض جانبية. فده الخوف، مين هيجازف باتخاذ قرار ويعمل كده، هو ده الخوف. إذن هل القرار سيكون، دكتور اسمح لي، هل القرار سيكون بيد الوالدين، يعني ليس أو لن يكون إجبارا لأخذ اللقاح؟ طبعا بلا شك، لأن حتى التطعيمات في السن الأولى اللي هي يعني في ما دون السنتين ليست إجبارية. تمام. يعني شوف التطعيمات الأولية اللي هي في شهرين وأربع شهور وست شهور وعند سنة، اللي هي تتخذ في كل الدول. هنا في بريطانيا هذه التطعيمات الأولية ليست إجبارية، ده اختيارية. يعني ممكن حضرتك أو أي حد عنده طفل عمره سنة ما يروحش ما ياخدش اللقاح عادي خالص. تمام. فهذه القصة. لكن في نقطة مهمة عايز أقولها برضه قبل ما نسيب الموضوع ده، الإرشادات الحالية الخاصة بتطعيم أطفال بلقاح الفايزر بتشمل فقط الأطفال ما بين 16 ل 18 سنة، بيقول لك ممكن تطعيمهم بلقاح فايزر في حالات خاصة فقط وخاصة جدا. ماذا تعني بالخاصة؟ يعني الفئات التي هي لديها مشاكل صحية كمرض السكري والقلب وغيره. بس بالضبط كده، الأطفال المعاقين صحيا إما بأمراض صدرية، يعني مثلا زي الربو الشعبي كبير يخلوهم يروحوا المستشفى مثلا كل أسبوع، أو يكون عندهم أمراض صدرية تانية مختلفة، أو يكون عندهم أمراض مناعية، أو يكون عندهم أمراض تانية في مثلا الجهاز العصبي مثلا أو غيره. هؤلاء الأطفال اللي هم عرضة للإصابة بفيروس كورونا والتضرر منه، اللي هم ما بين 16 و18، هم دول اللي ممكن تطعيمهم، ومش كمان بأي لقاح، بفايزر فقط لا غير. ودي الفئة الثانية، اسمحي لي، الفئة الثانية اللي هي الأطفال اللي ما عندهمش أي مشاكل صحية، لكن عايشين مع ناس عندهم مناعة ضعيفة جدا. وده حضرتك؟ تمام. هم دول اللي برضه ممكن يجب تطعيمهم. ليه بقى؟ لأن الطفل ده ولا ما عندوش أي مشكلة صحية، هيروح المدرسة، هيجيب الفيروس معاه، الأب اللي في البيت أو الأم أو العم أو أي حد عايش وعنده مناعة ضعيفة هيصاب بهذا الفيروس، والطفل مش هيحصل له شيء. فلذلك يجب تطعيم هذا الطفل عشان ما ينقلش العدوى للكبير. نعم، اسمح لي، هل هناك دراسة دقيقة خلال هذه العامين التي مررنا بها بأزمة فيروس كورونا، دقيقة خاصة بالأطفال ومناعة الأطفال؟ نحن نتحدث عن جرعتين من فايزر، إذا تقرر كما ذكرت لي 19 يوليو ببدء إعطاء هذه الجرعة الأولى والثانية، هل هناك دراسة أيضا دقيقة عن مدى الحصانة التي سوف يتحصل عليها الطفل؟ لا، ما فيش.
ما فيش، هو ده حتى الكبار، حتى الكبار ما زالوا يبحثوا عن الذين يرغبون في التبرع بجزء من الدم حتى يتم فحص الأجسام المضادة بعد تعرضهم أو بعد أخذهم للقاح، حتى يتسنى لهم يعني ايه تثبيت فكره ان هو في حمايه، لان ممكن يكون في حمايه بس لحد الان والله ما حد يعرف هل هذا الجرعتين، هل الجرعتين دول هيحموا 3 شهور 4 شهور 6 شهور، ما حدش عارف، حتى الكبار ما حدش عارف مدى الحمايه من الجرعتين دول للكبار، فما بالك بالصغار. واضح جدا، والحامي هو الله. ناخذ اتصال من الجزائر من محمد. اهلا وسهلا بك، تفضل. اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك. سؤالين. مرحبا الدكتور، يسمعك، تفضل سؤالك الاول. سؤال اول، هل اللقاح الروسي كان اللقاح الامريكي كان اللقاح الصيني؟ نعم. وشكون هو الاحسن، هو اللقاح الصيني ام الروسي ام الامريكي؟ الروسي ام الامريكي؟ تمام. ام الصيني او الصيني؟ هو الصيني. تمام. السؤال الثاني. ماشي. سؤال ثاني. تفضل. الو. نعم. ألو. نسمعك تفضل. نسمعك. هل هناك مضاعفات سلبيه يعني باللقاح هذا؟ هل هناك مضاعفات سلبيه ام لا يوجد مضاعفات سلبيه؟ تمام، واضح سؤالك اخ محمد، والسؤالين مهمين ويطرح دائما في كل المحافل الطبيه. الاختيار للقاحات الروسي الامريكي او الصيني. نعم. يعني يذكرنا باننا في الحرب البارده، يعني اي الاختيار لهذه اللقاحات؟ طيب هو ماشي، حاضر، نبدا بالامريكي. هو الامريكي مش لقاح واحد. نعم. الامريكي فيه على الاقل لقاحين. نعم. اول واحد فيهم الفايزر ده مشترك مع الالمان، يعني امريكي الماني، ده اول واحد. الثاني الموديرنا ده برضه لقاح امريكي. نعم. اللقاحين الاثنين دول صراحة نسبتهم عالية جدا، وهم أحسن اثنين موجودين حاليا، وتم اختبارهم على آلاف الناس. نسبة الفائدة منهم تصل إلى 95-96%. دول اللقاحين دول الفايزر والموديرنا، اللي هم الاثنين، واحد أمريكي بحت اللي هو الموديرنا، والفايزر ده مشترك ما بين ألمانيا وما بين أمريكا. ده اللقاحين الاثنين. هو طبعا ما ذكرش البريطاني والصيني، ذكر الصيني. ايوه هو ذكر الصيني والروسي والامريكي، ما قالش البريطاني، فخلينا بعيد عن البريطاني، خلينا بعيد عنه حاليا. تمام. الروسي فيه عندهم على الاقل 3 لقاحات، اشهر واحد فيهم اللي هو الساينوفارم. الساينوفارم في بعض الدول بتستخدمه، منها تركيا ومصر والامارات بالذات والبحرين تقريبا. فالساينوفارم الفعالية بتاعته اللي ذكرته الشركة ساينوفارم الصينية. أيوة. 86%. 86%، فمعناه ان فعاليته لا يتصل لدرجة الاثنين اللي احنا ذكرناهم، الموديرنا والفايزر. نيجي للقاح الروسي. اللقاح الروسي برضو الثاني ده اللي هو اسمه سينوفاك. سبوتنيك. ما استخدموش، ما نعرفش عنها. هم برضه عندهم، مش بس ده، السبوتنيك 5 وفي واحد ثاني. السبوتنيك 5 بيستخدموه في مصر وبيستخدموه في بعض الدول الشرق الاوروبيه لقربهم من الاتحاد السوفيتي اللي قبل كده. المشكله في اللقاحات الصينيه والروسيه ان هم لم ينشروا الابحاث الكامله عنهم، ففي نوع من عدم الشفافيه. نعم، في غموض، عدم الشفافيه وغموض، ولذلك في تخوف ناس كثيره من الاوساط العلميه من استخدامهم. فنرجع بقى للمضاعفات السلبيه. الاثار الجانبيه، الاثار السلبيه لكل لقاح. تمام. على المدى البعيد والقريب. تمام. هو اجاب سؤالك من الاخر للاول، يعني الجزء الاخير الاول. المدى البعيد يعلم الله. ليه بقى؟ لان اللقاحات لسه يا دوب عمرها ما كملش سنه، وقالت جدا عن اشياء جديده لم نعرفها، ولذلك حكايه المدى البعيد هنعرفها امتى؟
فنعرفها بعد 5 سنين 6 سنين من الآن، لكن دعونا نتحدث عن المدى القريب اللي هي شفناها وحصلت، اللي هو بمجرد ما بيتاخذ اللقاح بيحصل ايه؟ بيحصل في مش كل الناس، في بعض الناس ألم في الذراع، في منطقة الذراع، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ممكن نحمى حمى من غير يعني من غير ما يكون في حرارة تحصل أحيانا، رعشة، ألم في المفاصل، صداع، صراحة صداع كبير، أنا نفسي جاني كيس صداع قعد يومين. لكن هذه الآثار الجانبية بتستمر 3 أيام صراحة، أقصى شيء 5 أيام وبتضيع. ده بالنسبة للآثار اللي هي اللاحقة اللي هي بتحصل على طول يعني. أما الآثار البعيدة دي ما حدش يعرفها. ننتظر طبعاً. حكم الله. دكتور احنا راح ناخذ اسمح لي فاصل قصير ومن ثم نعود نناقش بقية الفقرات، كل ما يتعلق بالطفل وحماية الطفل وحقوق الطفل في بريطانيا بعد هذا الفاصل القصير جدا. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. موضوع حلقتنا هذا اليوم كان عن تلقيح الأطفال ضد الفيروس في بريطانيا، وسوف أيضا نسلط الضوء على أهم القوانين لحماية الأطفال في بريطانيا وما هي حقوقهم القانونية. معنا دكتور محمد حسن وهو استشاري طب الأطفال والأسرة، أهلا وسهلا بك. اهلا يا مرحبا، اهلا وسهلا فندم. نحيي ايضا كل متابعينا، يمكنكم التواصل معنا، الارقام موجوده على الشاشه، الارقام المباشره للاتصال، ايضا هناك الارقام للتواصل عبر الاسئله واخذ استفساراتكم الطبيه عبر تطبيق الواتساب. نتمنى لكل من يشاهدنا المتابعه مفيده ان شاء الله. دكتور، سؤالين اتانا الان نختم فيها موضوع اللقاح لندخل موضوع الحقوق، حقوق الأطفال في بريطانيا وأهمية اليوم معرفة هذه الحقوق كتوعية للأسر المتواجدة في بريطانيا. السؤال الأول هو أنه هل هناك فعلا مخاوف في تصاعد لموجة ثالثة من سلالة فيروس كورونا؟ في خاصة أي فيروس معروف إن بيخضع لعمليات تطوير وتحوير. التطوير والتحوير دي إن هو الفيروس بيستشعر لما بيدخل في الخلية إن في مقاومة، فبيحور نفسه ويطور نفسه لجزيء تاني معين بحيث إن يتفادى المقاومة داخل الجسم، وكل ما عن الباب الخلفي يعني. فنتيجة هذا التطوير والتحوير بيحدث نوع أو طفرة جديدة أو سلالة جديدة من الفيروس، وهذه السلالة بتكون يعني صعب التكهن بمدى ضررها ومدى يعني مدى قدرتها على إحداث مرض وكده، وبالتالي ما فيش معلومات عن كيفية الوقاية منها، فده بيكون مقدمة لحدوث موجة ثالثة أو أكثر كمان يعني. ودي معروفه لان حتى في كل سنه عندنا احنا نوع من الانفلونزا مختلفه عن النوع اللي السابق اللي في السنه اللي بعدها، ولذلك الحكومات تتسارع في تجهيز لقاح الانفلونزا كل سنه. تمام. علشان بيختلف عن السنه الماضيه، يعني لقاح السنه الماضيه لا يجدي انه يستخدم للسنه اللي هي القادمه واللي بعدها، ولذلك الحكومات بتكون اللقاح دوريا يعني كل سنه لقاح جديد يعني مش ملحقين على الفيروس بتاع الانفلونزا ده بالذات. فده بالنسبه ده يدينا فرصه عن كيفيه تصرف اللقاح الفيروسات، فممكن جدا ان يكون فيه ممكن فيها احتمال موجه ثانيه جديده، خاصه بالسبب اللي حصل في الهند دوت ان حصل تطور وتحور وحصل سلاله جديده وابتدت تنتشر، وحاليا موجود منها في بريطانيا حوالي يمكن 6000 حالة يعني. تمام. طيب دكتور، احنا الآن نتحدث عن الموضوع التالي وهو موضوع مهم جدا،
عن قوانين حماية الطفل في بريطانيا. أولا حدثنا عن ما هي هذه القوانين لحماية الأطفال في بريطانيا، ماذا تعني؟ صحيح، هو قبل أن يعني لماذا وجدت هذه القوانين، أقول لحضرتك على إحصائية يعني مخيفة شوية دي هتخلي المشاهد أو المستمع يعني هو نفسه يتفق مع هذه القوانين. أول شيء، في حوالي 87,000 طفل موجودين في رعاية خارج بيوت والديهم، 87,000 موجودين في بيوت خارج بيوت والديهم، يعني موضوعين تحت رعاية رعاية الشؤون الاجتماعية لأجل معين، يعني 87,000. ده احنا بنتكلم على انجلترا بس، في اسكتلندا كمان 15,000، يعني الاثنين مع بعض ممكن يكون عندنا حوالي 100,000 او اكثر. تخيل حضرتك 100,000 طفل، اعداد كبيره من اسرهم، نعم اعداد كبير جدا، 100,000 طفل متخذين من والديهم وعايشين مع ناس ثانيه بأمر حكومي أو بأمر قضائي. لماذا دكتور؟ لماذا هم موجودين خارج رعاية والديهم بأمر حكومي؟ لماذا؟ بأمر قضائي بسبب ثبوت إساءة لهم. هذه الإساءة قد تكون إساءة جسدية، يعني معناها ضرب مبرح، أو إساءة عاطفية معناها سوء معاملة وإهمال، أو إساءة جنسية من داخل الأسرة أو من خارجها، وقدرة الآباء على حماية أطفالهم. في نوع ثاني اللي هو عدم قدرة الآباء، رغم أنهم يعني لم يسيئوا لأطفالهم بطريقة مباشرة، لكن تم الإساءة لهم بطريقة غير مباشرة بسبب عدم قدرة، أما قدرة ذهنية مثلا أو قدرة يعني قدرة عقلية، والديهم عندهم قدرة عقلية على أنهم يتكفلوا بالرعاية الكاملة، فالشؤون الاجتماعية تتدخل وبتقول طالما أنتم غير قادرين على رعاية هذه الأطفال والإشراف عليهم وإعدادهم كذا، إحنا بنأخذهم ونحطهم في عند ناس تانية لحد ما يعني ممكن يكون السبب يا إما عندهم مثلا يعني إعاقة بدنية أو إعاقة ذهنية ولا يستطيعون رعاية هذه الأطفال، فدي مجموعة تانية. لكن الشيء الثاني المخيف يا أختي ريما اللي أنا عايز أقول لك عليه حاليا، اثنين كل أسبوع بيموتوا بسبب هذه الإساءة في بريطانيا، اثنين كل أسبوع، أو 100 في السنة على الأقل، 100 طفل في السنة يموتون في هذه البلد بسبب الضرب المبرح أو التسمم أو أي شيء أو أي سبب تاني يؤدي، أو الإهمال ممكن طفل عنده 6 شهور ويهمل من هو يعني الطعام وعدم الرعاية بسبب انصراف الوالدين لشؤونهم الخاصة، ويترك هذا الطفل بدون رعاية، وبالتالي بسبب هذا الإهمال الجسيم يتضرر جسمانيا ويموت. وأنا كنت مشترك في كذا حالة، حضرتك عارفة أن أنا مسؤول لحماية الأطفال في منطقة كامبريدج اللي هي في شمال لندن وكذا، وده عندنا في كل بلد حوالي 7 أو 8 حالات بيموتوا كل تقريبا 3 أو 4 شهور، 4 أو 5 أطفال بيموتوا للأسف. دكتور يعني كنت حابة أسألك، يعني كيف تتم هذه العملية، أخذ الأطفال من أهليهم إلى رعاية الحكومة أو السوشيال وركر أو الأسر الأخرى، كيف تتم العملية بالأساس؟ أيوة، تتم طبعا بموجب القانون، والقانون طبعا القانون ده من سنة 1989 وتم تحديثه في سنة 2007 و 2017. فالقانون ده يقضي، والقانون ده مستشق برضه مش بس من بريطانيا، مستشق من منظمة الصحة العالمية ومن الأمم ومن الحقوق الإنسانية بتاعت الأمم المتحدة، اللي هو حق الطفل في الرعاية، حقه في النمو، حقه في التعليم، الحق الموجب لكل إنسان يعني. فبموجب هذه الحقوق وضعت هذه القوانين لحماية الأطفال من سوء المعاملة كما ذكرت. أنا أقصد الخطوات دكتور، يعني أيوة أخذ... أتكلم على الخطوات.
حاضر حاضر حاضر، هتكلم على الخطوات. فالخطوات بتتم ازاي؟ ان هو بمجرد ما يتم معرفه ان هناك طفل تم الاساءه اليه، بيتم الخطوه الاولى عمل اجتماع طارئ. الاجتماع الطارئ بيسموه اجتماع استراتيجي، بيشترك فيه يعني جهات حكوميه مختلفه، منها الشؤون الاجتماعيه، الشؤون الصحيه، الشؤون البوليسيه او الشرطه، التعليم والمجلس المحلي. بيكون من كل جهه بيكون شخص معين، وبيجتمعوا بيشوفوا هذا الامر. بتبدا القصه ممكن من المدرسه، ممكن تكون مدرسه شهدت بعض الكدمات على طفل، فاول شيء بتعمله بتستدعي او بتتصل بالشرطه او بتتصل بالاخصائيه الاجتماعيه. الاخصائيه الاجتماعيه بتدعو الى اقامه يعني ميتنج، اللي هو ايه، اجتماع طارئ. اجتماع طارئ. هذا الاجتماع الطارئ يقرر فيه ماذا يحدث الخطوه اللي بعدها. لا يستطيع عمل اي شيء بدون وجود طبيب اطفال. وهنا الكلمه اللي انا يمكن بعد الصراحه ساعه يعني، لماذا طبيب الاطفال؟ ما دوره في هذه المرحله طبيب الاطفال؟ بالضبط كده. وطبيب الاطفال هو ادرى واعرف الناس بمراحل نمو الطفل والعمريه، وما اذا كان قد تضرر من سوء المعامله، اما بالنمو او بالتطور او بالتقدم في المدرسه. لا يستطيع اي شخص ثاني معرفه هذه الامور الا طبيب الاطفال. ولذلك يؤخذ الطفل وبامر قضائي لابد ان يستكمل هذا البحث بعمل فحص طبي شامل يقوم به طبيب استشاري تخصص. الطبيب الاستشاري يبحث الطفل بالكامل ويبني خريطة بالكامل لجميع الأشياء والجراحات الموجودة والكدمات، ويبحث بتوصياته لهذه اللجنة. بعد ما يبحث بتوصيات هذه اللجنة، تقوم اللجنة بالاجتماع ويقرروا ما إذا كان هناك ضرر كبير. هل هذا الضرر يسبب ضرر فادح للطفل أم لا؟ إذا كان يسبب ضرر فادح للطفل، تقوم اللجنة بإيداع الطفل مؤقتا في رعاية مؤقتة بعيد عن البيت إلى حين أن يفصل القضاء في الأمر. إذا لم يثبت وجود داعي يعني يؤدي إلى ضرر كبير للطفل، ينظر في أن الطفل يبقى مع الأسرة، لكن مع مراعاة أنه هو يعني يحصل مونيتورينج، مراقبة، تكون مراقبة. بالضبط كده. نعم. مراقبة مستمرة. شكرا. يحصل مراقبة. نعم. مستمرة كزيارة يومية أو زيارة كل يومين أو زيارة أسبوعية من السوشيال وركة أو من الشرطة، يشوفوا الأمر في إيه، وهل الأسرة تستجيب للإرشادات أو للأوامر اللجنة اللي عملت هذا القرار ولا لا. فهذا الأمر إذا استجابوا نعم، وإذا الطفل يعني بدأ يتطور مفيش مشكلة خلاص. إذا تم التعرف أن هذا لا يصلح وأن الأمور ما زالت معقدة، يتم استدعاء اللجنة مرة أخرى والبحث في أمر ما إذا كان الطفل من مصلحة الطفل أن يستمر الوضع على ما هو عليه مع الوالدين. تمام. دكتور، الآن نتحدث عن أهم الإجراءات القانونية، الخطوات القانونية. نعم. في حال تعرض. نعم. الطفل إلى العنف الجسدي النفسي أو التحرش الجنسي أو نعم، كما ذكرت الإهمال، ما هي أول خطوات؟ نعم. القانونية أول خطوة على أي شخص، خاصة إذا كان يعمل في المجال الصحي، لابد أي شخص يعمل في المجال الصحي، هناك نظام صارم بتدريب جميع العاملين في القطاع الصحي بإبلاغ مباشرة، أما الشؤون الصحية أقصد الشؤون الاجتماعية أو الشرطة. ده أول خطوة. يعني أنا كطبيب لاحظت في وجود كدمات أو الطفل اشتكى لي من سوء معاملة، لا أسكت عليها، وقد أجازى إذا سكت، لا أسكت عليها بالقانون، لا أستطيع أن أسكت.
فلابد ان اتصل بالجهات اللي هي الشؤون الاجتماعيه. والخطوه الثانيه الشؤون الاجتماعيه تبدا باعلام البوليس، الخطوه الثالثه يبدا عمل اجتماع استراتيجي للنظر في هذا الامر. فهي الخطوات بالتدريج، والنظر في الامر يبدا بعد قرار الفصل. قد يصل الى القضاء اذا اعترض الاباء على الاجراءات، والقضاء من حقه ان يفصل في الامر بعد ثبوت ما لديه اذا كان هناك ضرر او لا. فالقاضي ممكن عنده الاريحيه انه يصدر عده قرارات خاصه بحمايه الطفل موجوده يعني. ده اول شيء. ممكن الشرطه نفسها من غير ما حد يعمل اي تحويل للشرطه او يعمل اعلام للشرطه، ممكن لو ضابط شرطه او بوليس اوفيسر يعني ماشي بالشارع ولاحظ ان في طفل يساء معاملته، من حق هذا الضابط ان ياخذ الطفل الى مركز الشرطه من ابويه بالقوه، ليمكث في هذه في مركز الشرطه لمده 72 ساعه. في هذه الفتره يتم اعلام القضاء ويتم اعلام الشؤون الاجتماعيه عما اذا كانت بعد ال 72 ساعه دي، عما اذا كان الامر يستاهل ان يوضع الطفل في مكان اخر، او اذا كان بعد عدم ثبوت الادله ارجاع الطفل الى اهله. يعني بعد 72 سنه لا يحق للشرطه انها تستمسك بهذا الطفل. ومن ضمن قوانين نعم، لا كنت حابة يعني هذه النقطة مهمة جدا، لأن كثير من الناس لا يعرفون أو ليس لديهم أي معلومة بأن أيضا للسوشيال وركر أو الشؤون الاجتماعية لها القدرة والقوة أو الباور أنها تستطيع أن تكتب تقارير هامة ضد الأهالي الذين يهملون أبنائهم وأطفالهم الصغار. طبعا كما ذكرت مشكورا شرحك أنه إعطاء هذا التقرير ويستند على هذا التقرير به قرار أحيانا المحكمة إذا وصلت لهذه المرحلة. نعم، هو الأول شيء أني ليس من مصلحة الشؤون الاجتماعية إنها تضع الطفل خارج الأسرة، لأنه مكلف من الحكومة. أسف. نعم. مكلف من الحكومة ليه بقى؟ لأن أنت حضرتك علشان تضع الطفل خارج الأسرة عايزة تبحثي عن فوستر كير ملائم، يعني مرضعة ملائمة، ودول مش مجانا، دول الحكومة بتدفع لهم رواتب شهرية، فده أمر مكلف، أمر مكلف للحكومة. كمان الشيء الثاني بعيد عن التكلفة، إن ليس من مصلحة الطفل من الناحية العلمية وضع الطفل خارج الأسرة، لأن معروف من الأدلة زي أي نبات، النبات الذي ينمو خارج أرضه وخارج الطقس كده لا ينتج، معروف إني بس هو طبعا بيستخدم ايه حضرتك من منطلق اختار اخف الضررين. ولكن دكتور اسمح لي ايضا، هناك انتقاد ايضا حتى عبر الاعلام في بريطانيا لايضا المؤسسات الاجتماعيه سوشيال الشؤون الاجتماعيه سوشيال وركر، بان هناك تقصير ايضا من قبل ايضا عائلات التي تاخذ هذه الاطفال از فوسترينج يعني مؤقتين، يعني يقيموا اقامه مؤقتة لحين البحث إلى عائلات دائمة ترعى الأطفال، بأن هناك تقصير وهناك أيضا حوادث وهناك أيضا أحداث حصلت من تعنيف ووصلت القتل، وهذه كانت تذكرنا بقصة الطفلة فيكتوريا التي يعني للأسف نعم. إذن هناك أيضا جانب سلبي من قبل هذه المؤسسات وأيضا من قبل العائلات والأسر التي ترعى الأطفال للأسف يعني. صحيح، ولذلك لابد عند اختيار، يعني انا التقرير اللي بوصي بيها للمجلس المحلي على اختيار الفوستر كير او اللي هو الراعي بالنيابه عن الاباء صارمه،
يعني لابد ان نشوف التاريخ الاسري والتاريخ المرضي والقدره العقليه والقدره الذهنيه وكده. لكن يعني برضه بتحدث اخطاء بلا شك، زي ما حضرتك تفضلتي بتحدث اخطاء، ان هناك بعض الناس تكون الابلكيشن بتاعهم يعني الطلب بتاعهم ان هو عايز يبقى فوستر كير بيبقى كويس وكده، لكن ما بنعرفش غير بعد ما يبدا نحط يعني نضع معهم الاطفال. فده ده 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 صحيح، ده امر معروف يعني ان هو ما ولذلك احنا بنقول يعني ليس من مصلحه اي حد ان يؤخذ الطفل، مش عايز حد يفهم الكلام ده غلط، يعني ليس من مصلحه الحكومه ولا من مصلحه الطفل ولا من مصلحه الوالدين ان يؤخذ الطفل ويربى خارج طبعا. البيت احسن مكان لتربيه الطفل وهو بين مع والديه، لكن هناك امور معقدة جدا بتصل صحيح. إلى مرحلة الاختيار، إما أن تجازف بموت الطفل في المكان اللي هو فيه، وإما أن تأخذه وتضعه مع حاضنة طيب. أو مع شخص آخر. دكتور الآن نقف، اسمح لي نقف عند الحقوق، حقوق الوالدين في استرجاع أبنائهم إلى حين البت في قضية العنف أو الإهمال الذي يحدث للطفل. ما هي الفرص التي تعطى للوالدين لاسترجاع أبنائهم وكيف يتم ذلك؟ طيب هو فيه يعني ارتكل اللي هو ايه بيسموها اللي هو مقال ماده من القانون 89 نعم. اللي هي الماده 20. الماده 20 دي بتقول ايه؟ بتقول ان للاباء الحق اذا وقعوا على طلب ماده 20 سيكشن 20، يعني سيكشن 20 ده بيقول ايه؟ بيقول اذا تم الاتفاق ما بين الشؤون الاجتماعية وما بين الوالدين على وضع الطفل خارج الأسرة في مكان معين من ناحية الرعاية، عندما يوقع هذا الطفل، عندما يوقع الوالدين، هم ما زالوا يحتفظون بالمسؤولية التربوية، يعني parental responsibility، المسؤولية الوالدين لهم حق، هم يعني لا يستطيع الفوستر كير اللي هو الحاضن وغيره أن يأخذ الطفل لعملية جراحية أو أن يعطيه أي أدوية أو أن يأخذه لفسحة أو خارج أو يسافر به بدون رضا الوالدين أو توقيع منهم. ده أول حق. الحق الثاني أن لهم الحق في فسخ هذا العقد في أي وقت. شوف ازاي حضرتك، ده القانون يعني في ناس كتير ما تعرفش ده. مش معنى ان الطفل اتاخد في يعني ما مش معنى ان الطفل اتاخد معاك تحت الماده 20 ان هو الماده 20 معناها ايه؟ معناها بالتراضي بين الطرفين، يوضع الطفل بالتراضي بين الطرفين، الطرفين اللي هم مين؟ الوالدين والجهات الحكوميه. التراضي بالطرفين يعني تسمح لنا ناخده لفترة كده تكون انت قعدت فيها ترتيب أوراقك وفكرت في الموضوع وبعدين نرجعه لك، ماشي، بيوقع على هذا الأمر. لكن لو وقع بعديها بساعة ممكن يقول لا أنا مش عاجبني الوضع ده وعايز ابني أو بنتي تاني. يحق للآباء استرجاع آبائهم تحت المادة 20 إلى حضنهم رغم أنهم وقعوا على هذا الاتفاق، فده برضه من ضمن الحقوق اللي هي الواجبة. طبعا. لكن الخطر ايه؟ الخطر ممكن يفهم على انه على على انه يعني ايه زي ما تقول ايه عدم تعاون مع الجهات الحكوميه، وده يؤدي الى ان الجهات الشؤون الاجتماعيه تطلب من القاضي ان هو يستخدم القوه بتاعته، وهناك في امر بيسموه interim care order اللي هو يعني ايه؟ يعني امر قضائي بالرعايه. الامر القضائي بالرعايه امر مؤقت، ولكن يعني تشترك فيه المجلس المحلي اللي هو فيه السوشيال سيرفيسز يعني اللي هو الشؤون الاجتماعيه، يشتركوا فيه مناصفه على مسؤوليه على المسؤوليه للطفل. مناصفة يعني حق للأخصائية الاجتماعية إنها تأخذ الطفل من غير إلى المستشفى أو تأخذه إلى تعطيه أدوية من غير الرجوع إلى الآباء، لأن خلاص القاضي قال إن هم هيشتركوا يعتبروا الحكومة كأب وأم بديل عن الآباء يعني. واضح دكتور محمد، نتمنى أن يستفيد
الآباء والأمهات من هذه القوانين ويطبقوها فعلا ويهتموا بأبنائهم. الوضع جدا معقد وحساس بالنسبة للقوانين الخاصة بالأطفال وحقوق الأطفال في حالة العنف. ولكن يعني برنامجنا انتهى. دكتور محمد حسن استشاري طب الأطفال والأسرة، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات القيمة والنصائح الطبية. إن شاء الله نلتقي معك في حلقات قادمة بما يخص الأطفال والحياة الطبية للطفل. مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة، نلتقي السبت القادم في موضوع طبي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.